يعني لو ذاكرت هجيب لك كذا، لو ذاكرت هعمل لك كذا. في ناس بتقول انه ده ما ينفعش، ان احنا رابطين مصلحته او رابطين اي شيء بفكره انه قدامها حاجه، حاجه قدام حاجه. وفي ناس بتشوف لا، انه مكافاه لطيفه، بنحمس الاطفال بنشجعهم. حضرتك شايف ايه؟ بص يا فندم، النهارده خلينا واقعيين بقى، احنا النهارده في 2023، الطفل عايز يمسك الموبايل، عايز يلعب بالموبايل، يبقى لو خلصنا المذاكره من حقك تلعب، تقعد على الموبايل فتره كذا. مفيش دي بمفيش دي. هي مكافاه وعقاب، لكن من العقاب ده لو الطفل عنادي الشديد بقى اللي محمد بيتكلم عليه ما ينفعش. هنا مش هينفع دي، لازم عقاب بمنع مستمر. بمعنى ايه؟ انا عندي عقاب حاجتين، في ناس تقول لك اضرب وناس تقول لك امنع المصروف، وانا بقول لك الاثنين لا. الضرب زي ما قلت لك، لو ضرب مره خلاص مش دافع. منعت المصروف هيدور على مصدر للمال بطريقه اخرى قد تكون غير مشروعه، ممكن يسرق من ورايا، ممكن يستلف من اصحابه، ممكن يسرق من اصحابه. انا اللي عملت كده، يبقى انا اللي صنعت دي وانا مش واخد بالي. ولكن هنا العقاب بيجي ازاي؟ ما يجيش العقاب من اول مره ولا تاني مره، عشان بس برضو نبقى لازم ندي نفسنا هدوء شويه في التعامل. النهارده مش طفل اخطا مره تعالى وهعمل فيك وهسوي فيك، ايه ده كده يا عمي؟ ما لو كرر الخطا مرتين ثلاثه يبقى في عقاب، والعقاب مستمر. يعني ايه عقاب مستمر؟ انت مش هتعمل كذا لمده شهر، مدة شهرين لازم التزم الشهر، انا لازم التزم بقى بدي. لكن مش خلاص هو تغاضى يومين ثلاثه طب خلاص بقى نسامحه هيرجع يكرر. صحيح يا دكتور، بتحصل. وانا شفت يعني شفت الحاله دي، بيكونوا بس يعني مش اطفال، نقول قربوا على سن المراهقه، سن المراهقه اكتر صعب، صعبين قوي. لا هو بجد، هو لا مش فارق لي. شوفي انت يعني الاب او الام، شوف انتوا ايه نوع العقاب اللي حابين تعاقبوني بيه، براحتكم. وما عنديش مش هخرج، مش هشوف صحابي، مفيش مصروف، مفيش حاجة. ده ليه؟ مفيش تواصل معاهم. ما احنا دايما كل المشاكل دي بتيجي منين؟ انتوا ما سألتونيش هو ليه الطفل بيبقى عنادي؟ احنا دخلنا على طول على طفل عنادي، طب ايه مين اللي خلق الطفل العنادي دي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيخلقنا كلنا، ولكن مين اللي عمل العند؟ احنا. يعني ملوش علاقة بالوراثة خالص. حتى لو قلنا في جينات وراثيه موجوده، بيكون في يعني، بس احنا بندعمها. بعض الامهات تقول لابنها ايه؟ انت عينه دي زي ابوك. احنا بندعمها. ما احنا بص يا فندم، اي حاجه فيها وراثه احنا بندعمها او بنقلل منها. النهارده لما تيجي الام تقعد تزعق للولد على طول، لما تيجي الام والاب ما فيش تواصل مع الولد، الطفل بيتعرف على ابوه بعد قد ايه؟ بعد 6 شهور ابتدى يعرف وشك، ابتدى يتعلق بيك. فانت المثل الاعلى، قدوه، الامان. الام هي الحضن والعاطفه. لما بيفتقد ده او ده، او يفتقد التواصل معهم، عنده حرمان عاطفي، فبالتالي حده المشاعر مش موجوده، بالتالي يقول لك ايه؟ براحتك. طب انت مش عندي تيتا، بناقص. انت مش واخد الموبايل، يعني مش عايزه.